كلمة التوحيد لا إله إلا الله أول لابد أن نعرف ما معناها. معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا معناها. فكل ما عبد من دون الله من ملك نبي ولي وشجر وحجر وشمس وقمر فهو باطل، لقوله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا معنى هذه الكلمة العظيمة، وهي مبنية على ركنين: نفي وإثبات. نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله، وبهذا يتحقق التوحيد، أي باجتماع النفي والإثبات يتحقق التوحيد. ووجه ذلك أن النفي المحض الذي لا يقرن بإثبات نفي محض فهو عدم، وأن الإثبات المحض الذي لا يقترن بالنفي إثبات لا يمنع المشاركة، فلا يتحقق التوحيد إلا بإثبات ونفي. نفي الحكم عما سوى من أثبت له وإثباته لمن أثبت له، وهذان الركنان هما الأصل. أما شروطها فلا بد أن تكون صادرة عن يقين وعلم، يقين لا شك معه وعلم لا جهل معه، ولا بد لها من شروط لاستمرارها كالعمل بمقتضاها حسب ما تقتضيه الشريعة. وأما مجرد القول باللسان بدون اعتقاد وإيقان فإن ذلك لا ينفع، فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.